السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم على السكتش اب، بس هنتكلم على السكتش اب بيم. بدخل الأول على موقع سكتش اب بيم دوت كوم، بلاقي في عندي برودكت، بدخل على البرودكت دوت بلاقي سكتش اب بيم. ده بيعمل ايه؟ بيديني ادوات اللي تسهل عليا ان انا ارسم ابواب وحيطان وشبابيك، وان انا اظبط الشغل بتاعي حسب الليفل. فبيديني امكانيات بيخليني اقرب من برامج البيم. تمام، بكتب النيم والايميل واقول له داونلود، فبيبعت لي الحاجه ديت على الايميل بتاعي. تمام، فباجي هنا بدخل على المكان اللي نزلت فيه الداونلود، وباخد الملف ده كوبي، واجي هنا على سي بروجرام فايل جوجل سكتش اب 8 او 7 او 2014 زي اللي عندك، وادخل في فولدر بلجن، واروح حاطط الملف ده وافكه جواه. فده بيخليني اول ما بفتح البيم، خلينا نفتح ملف جديد، فايل نيو، سيف شينج نو، كنسل، اوكي. تمام، فبدأ يفتح ملف جديد. بلاقي عندي هنا أداة جديدة اسمها بيم. تمام، باجي هنا اقول له، بلاقي ان الحيطان مش شغالة لان لسه مفيش اي ليفل خالص، فبقول له انا عايز اعمل نيو جريد. فبيقول لي الهورزنتال لاين قد ايه والفيرتيكال لاين قد ايه، فبقول له ماشي اوكي، فبيبدأ يعملهم لي. فبقول له انا عايز ابدا اعمل بعد كده نيو ليفل. بيقول لي الاليفيشن بتاعك كام، ممكن اخليه صفر او 3 متر. تمام، وممكن لو انا عندي نسخه تانية انسخها، يعني مثلا انا عملت اهو دور، ممكن اجي هنا تاني الاقي بعد كده اداني امكانيه ان انا انسخ من دور لدور تاني. تمام، وممكن وانا بنسخ اقول له انسخ لي الوول والكولوم والبيم والسلاب، كل حاجه انسخها لي. يعني انا خلصت الدور الاولاني اطلع الدور التاني، خدهم كوبي بيست، وهناك بقى ابدا اعدل الحاجات اللي احنا المفروض نعديها. تمام، هنا مثلا هقول له انا عايز ارسم كريت نيو وول. بيقول لي انت عايز انهي نوع، جينريك ولا كونكريت ولا وود، التخانه بتاعتها ستيفنس قد ايه. اوكي، وببدا ارسم، بقول له اول نقطه اهيت، ادي حيطه، الحته الثانيه اهيت اهي مثلا على الشكل دوت. تمام كده انا خلصت اول واحد. بقول له بعد كده عايز ارسم عواميد، عايز ارسم كولوم. بيقول عايز نوع الكولوم ايه، ريكتانجلر ولا سيركلر، الديبس بتاعت ايه، المواصفات بتاعت العمود بتاعي، وابدا احط العمود بتاعي وابدا اتحكم فيه. دلوقتي بقى لما هاجي اشوف المنظر دوت في الايزو اهو، تلاقي المبنى كله اتعمل. فكده يعتبر بدا يقرب من موضوع البيم ديسبلاي اوبشن. هل انت عايز تعمل رندر للماتيريال كمان ولا مش عايز؟ لنفرض ان انت حاطط ماتيريال ازاي بالشكل دوت. سناب اوبشن لو انت عايز تظبط السناب، هل هي الوول ولا الكولوم. فصراحة الاضافة ديت البلجن ده جميل جدا، بيسهل في الشغل بتاعنا. تمام، وممكن تخفيها من هنا، ولو انت عايز تظهرها فيو تولز بتلاقي الحاجات هي كلها موجودة، تبدأ تظهر اللي انت عايزه. طول برضو كلهم موجودين. ولو انت شغال على اصدار احدث بتلاقي الموضوع بسيط، بقول له هنا فيو تول بار، ببدا اعلم على الحاجات اللي انا عايزها وتلاقيهم كلهم ظهروا معايا. تمام، دي كانت اضافه انا شايفها من اهم الاضافات اللي موجوده، بالاضافه طبعا للفي ري عشان نعمل رندر نضيف. تمام، اتمنى تلاقي الموضوع سهل وبسيط.